السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بدور على ايه اخر اخبار الذكاء الاصطناعي، فبدل ما اخش على جوجل قلت طب ما ندخل على شات جي بي تي او جيميناي او كوبايلوت او اي حاجة من الحاجات دي، واجي هنا واقول له قول لي ايه اخر الاخبار، تمام، اديني ملخص، فيبدأ يجيب لك ملخص ويجيب لك المصدر، تمام، عشان تتأكد من الكلام. لكن حتى لو انت ما دخلتش على المصدر، اديك قريت ان مثلا في ميزة الذكاء الاصطناعي للمكفوفين، دي حاجة كويسة جدا وجوجل شغال عليها من فترة جدا كبيرة يعني، وممكن تربطها بتطبيق اسمه ساوند اسكيب اكس، عاملة ميزة لكن بفلوس لغاية دلوقتي للذكاء الاصطناعي عشان تحلل المنشورات بتاعت المستخدمين، عشان تديك ملخص بدل ما تقعد تقرا حاجات كتيرة، يديك ملخص. هو اصلا تويتر 140 حرف يلخص تاني، تمام. لكن هم على لغاية دلوقتي عاملينها بفلوس. اوبن اي اي بتعلن عن جي بي تي 5، ده خبر جديد، فربنا يستر. هما بيقولوا شات جي بي تي 3 كان عيل صغير بيلعب، شات جي بي تي 4 نقدر نقول واحد مثلا في اعدادي، شات جي بي تي 5 واحد دكتور، بس ما فيش لسه اخبار. لو انا عايز اخبار هدوس على اللينك ده وابدا ان انا اشوف التفاصيل. تحذير من خطر وقوع صدام نووي بسبب الذكاء الاصطناعي، فسبب الاعتماد الزياده عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي قد يعيق الوصول لحضارات ذكيه اخرى، دي غريبه، فمهتم ان انا اقرا المقاله ديت، تمام. فبيقول لي انا كتبتها لك باللغه العربيه الفصحى، حاولت الخصها. طيب انا ما بحبش ان انا اكتب او اقرا باللغه العاميه، ممكن اتكلم باللغه العاميه، بس خلينا نجرب مثلا اريد الاخبار باللغه العاميه المصريه ونشوف هيكتبها لنا ازاي، وان كنت ما بحبش الفكره دي بقدر اجيب لك جابت، ماشي. فبدا يقول بعض الحاجات ايه العاميه المصريه، شوفوا ايه الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي. طيب ما اهم اخبار الذكاء الاصطناعي؟ احنا قلنا له في اسبوع. طب انا عايزه بقى ايه خلال عام 2024، السنه كلها بقى، نشوف ايه اهم الاخبار. تقدم هائل في قدرات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ازدياد المخاوف الاخلاقيه، تسارع سباق والحاجات دي كلها. وفي الاخر جاب لي المصادر، مركز الامارات، الجزيره، السكاي نيوز، تمام. ممكن تنسخ الكلام اللي هنا وممكن تقول له دبل تشيك، يعني اتاكد لي ان الكلام ده فعلا المصادر بتاعته فين، ويبدا يدي له مثلا للحاجه اللي ليها مصدر عشان تتاكد من الكلام بتاعك، تمام. تبدا تشوف المصدر. فالذكاء الاصطناعي بقى يديني ملخص، كان ساعات في برامج معينه او صفحات معينه بقى موجوده، هو الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يعمل لي. ممكن اخلي الخدمه دي كل ما يديني ملخص ابعت ايميل للناس كلها، ده ملخص الاخبار الذكاء الاصطناعي اليومين اللي فاتوا.